السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنىكم كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. فيديو جديد كيف العاده، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اليوم جيت بغيت نشارك معكم هاد الكيكه هادي الخطيره خطيره يا البنات، تيقوني وجربوها ان شاء الله. بمذاق الكراميل ومحشيه كذلك بالكراميل، وفيها الشوكولات والقهوه سريعه الذوبان، وكتجي خطيره في المذاق، بكل صراحه خطيره في المذاق. معلكه وهشيشه وكل حاجه زوينه كاينه في هذه الكيكه هذه، وكيبغيها الصغير قبل الكبير. واعره يا البنات تيقوني، وان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعاودوا تجربوها وتعاودوا تجربوها وتكونوا مدمنين بها باذن الله. بسم الله، غادي نبدا على بركه الله. في واحد الاناء غادي نحتاج جوج ديال البيضات يكونوا متوسطين، وكذلك في حراره المطبخ. غادي ندير قبصه ديال الملحه، غادي نحرك هكايا باش تذوب ديك الملحه مع دوك داك البيض، وغادي ندير كاس مع مرش ديال السكر سنيده، يعني كاس قل ربع ديال السكر سنيده، وغادي ندير معلقه صغيره عامره ديال القهوه سريعه الذوبان او النسكافيه. غادي نخلط مزيان مزيان، وغادي نضرب غير بالخلاط اليدوي حتى كتذوب ليا ديك القهوه. غادي تبغي شويه ديال الوقت ولكن ماشي مشكل، حتى كنتحصلوا على هذا الخليط هذا. غادي ندير كاس ديال الحليب عامر، وكندير كاس نفس العبار ديال اللي درت في الحليب ديال زيت المائده. كندير جوج كيسان، الكاس الاول ديال العنبه ديال الدقيق فورس، وكندير واحد ساشيه ديال الكاكاو المر. كنخلطهم مزيان حتى كتدخل هاد الخليط هذا تيتخلط مع بعضياته. كنزيدو الكاس الثاني، لحقاش هنايا هاد الكيكه هادي دات جوج كيسان ديال العنبه ديال الفورس ومعلقه كبيره عامره. كندير جوج خمارات حمرين، انا درت غير خميره ونص على حساب هاد الخمارات هادو، كيكونوا شويه الوزن ديالهم كتير على الوزن ديال الخمارات ديال المغرب. صافي كنخلط، كنتحصل على هاد القوام هذا اللي كيجي هو هذاك. ملي كنخلط مزيان كيجي على هاد الشكل هذا. هنايا في واحد المول اللي كيكون ما كبيرش ما صغير، متوسط، كندهنو وكنرشو بالدقيق وكندير فيه هاد الخليط هذا. كيف العاده الكيكه كطيب لتحت عاد كنطيبوها من الفوق. هنايا كنضربوا شويه بالمول باش يستوى الخليط ديالنا هكايا. عاد غادي ننتقل للكراميل. الكراميل اللي ديجا حضرته معكم، غادي غير نسربي لكم هكايا الطريقه. بالنسبه للاخوات اللي مازال ما شافوا الفيديو ديال الكراميل، غادي نديروا لهم في صندوق الوصف. هنايا خليت السكر، درت غير الكميه اللي غادي نحتاج. هنايا درت كاس صغير ديال الشاي ديال السكر ثاني، دخليته حتى داب، زدت عليه كما كتلاحظوا كاس نفس الكاس ديال الماء. غادي نحركو كذلك حتى كيدوب ليا داك المتبقى ديال السكر اللي كتشوفوه متكتل هنايا، دغيا كيدوب. غير خلوه على خاطرو نتوما كتحركو فيه. كنزيدو 10 ديال القطاع ديال الشوكولاط الابيض غالا حتى كنتحصلوا على هذا الكراميل هذا. كندير واحد المعلقه صغيره ديال الزبده على حساب اللمعان، وعلى حساب باش يجينا داك الكراميل ما خاطرش بزاف. انتما كنتحصلوا على هاد الكميه هادي بعد ما كيبرد، وكيجي خاطر على هاد الشكل، يعني القياس ديال الكراميل اللي كيجي زوين وحسن من الجاهز. هنايا غادي ننتقل معكم بعد ما طابت الكيكه كتجي على هاد الشكل. انا قطعتها هنا سخونه لحقاش زربانه بها باش مازال نديروا بها الكوتي على حساب الوليدات. عفوا، نتوما كتخلوها حتى كتبرد عاد كتقطعوها. هذوك القطع من الاحسن استووهم يعني ما يخسروش ليكم. عفوا، صافي كنقطعهم كامل على هذا الشكل هذا كويرات، وكنعمرهم بالكراميل. كنعاود نسدهم وكندير الشكلاط ديال دانيت، دانون ديال الشكلاط دانيت، ولا كديروا اي صوص الشوكولا نتوما معتمده عندكم. هنايا باش اللي قطع الطرف ديال الكيكه كتجي الكراميل والشوكولاط وكل شيء. نتوما خليكم معايا ومع طريقه التحضير.
هنا بعد ما كملت التزيين ديال الكيك كيف العاده كنقول لكم تزيين اختياري، انا هنايا غير حبيت نزينها بداك المذاقات اللي في الكيكه باش كتجيني المذاقات كلها مواتيه. راكم عارفين الشوكولات والقهوه سريعه الذوبان والكراميل كيتواتاو بزاف بزاف. هانتوما كتبان لكم النص ديال الوسط ديال الكيكه ديالنا فيها الكراميل، كتجي معلكه يا البنات وخطيره في المذاق. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير بغيتكم البنات هاد الكيكه هذه بالضبط تجربوها وبنفس الطريقه، وان شاء الله غادي تنجح معكم وغادي تقولوا سعاد دارت كيكه رائعه وان شاء الله غتعجبكم. هنايا كيف العاده الا عجبتكم الكيكه ديال اليوم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم وما تنساونيش تبارطاجوني مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله.